السلام عليكم، ومعكم سيراي. والمقطع هذا بنشوف فيه كل التغييرات اللي صارت بعد اخر تحديث. التحديث كان خيالي وصلنا اسابيع ننتظره، لان اللعبه اخيرا حلت فيه مشاكل كثير، وبدون ما ننسى السلاح الجديد اللي ضافوه وخاصيه اعاده فتح المظله وكل هذا واكثر بكثير بنشوفه في هذا المقطع. بس قبل كل هذا لا تنسوا الاشتراك في القناه، لاني انشر كل شيء عن فورتنايت وبشرح منظم وواضح. بدون ما اطول اخليكم مع المقطع. عشان نكون منظمين، خلونا نبدأ بالأسلحة والأغراض. تم إضافة سلاح جديد هو السكوبد ريفولفر، عبارة عن مسدس بست طلقات وفي سكوب عشان تزوم، والدمج اللي يعطيه المسدس على البودي يكون 42 للمسدس البنفسجي و44 للذهبي، وأتوقع أن ضربة الهيد تكون قريبة من 100. anyway، تقدر تلاقي هالسلاح على الأرض أو صناديق أو الدروبات وحتى في آلات البيع. واللي جرب السلاح عطوني رايكم في التعليقات. وفي غرض جديد اسطوري جدا جدا، غرض باللون الازرق، ولما تلاقي هذا الغرض واللي يكون على شكل مظلة تقدر تشيله في اغراضك وبشكل طبيعي، وطبعا راح ياخذ مساحة من اغراضك وبيكون عندك 10 استخدامات فقط، وهو عبارة عن مظلة. وما دام ان المظلة هذه موجودة في اغراضك تقدر تفتح مظلتك في اي وقت تريده اذا طحت او قفزت من 3 طبقات او اعلى، وكل مرة تفتح مظلتك راح تستنفذ استخدام واحد، ولما تخلص كل الاستخدامات الغرض راح يختفي من عندك نفس البالونات. شيء اسطوري صراحة، اللعبة سوت موازنة حلو في هذا الموضوع، وكمان هنا اعطوني رايكم بهذه الحركة. لساتنا في الاسلحة والاغراض، واخيرا خلصنا من اللي يخلط ويجنن امك كيف اللعبة سوت تغيير لذيذ على المينيجن. سلاح المنوب صراحة يعني لا حد يزعل، ما نستخدمه الا للطقطقة او المنوب يستخدمه. السلاح اللي ظلت تستخدمه لمدة 6 ثواني فراح يحر ويوقف مثل التولت الذهبي، يعني خلاص ما فيك تظل تطلق وتخلط وتخلط، لأن بعد 6 ثواني السلاح راح يحر وراح يوقف. وكمان مو متأكد ان سرعة السلاح زادت، مدري يقولون ان سرعة السلاح زادت 37%، وبنفس الوقت صوت السلاح تغير وصار احلى. وصارت تغييرات على الالوان، يعني عندك البالونات وقنابل الرائحه كان لونها بنفسجي والحين صار لونهم ازرق، واو. وكمان الرشاشه اللي بسكوب كان بنفسجي وازرق، والحين نزلوه صار ازرق واخضر. وشيء كمان صار بالنسبه لكل السنايبرات، كانوا يجنن امنا طلقات سنايبر، كان كل وحده فيهم لها سرعه مختلفه وارتفاع مختلف وبطيخ وما ادري شو. هذا سنايبر بولت لازم تضرب ضربه كذا، هذا سنايبر هيفي تطلع كذا. اما الحين السنايبرات كلها صارت سرعه وصول طلقاتها نفس الشيء، ومعدل نزول الطلقة نفس الشيء، وصارت كل السنايبرات اللي بسكوب واللي بدون سكوب مثل السنايبر الهيفي بحركة الطلقة، يعني كل السنايبرات صارت نفس السنايبر الهيفي بحركة الطلقة بس. والحين دقة الطلقة الأولى بالسلاح توصل لمية بالمية لما تستخدم الزبلاين أو لما تكون رجلك مجمدة، وتم زيادة نسبة وجود التراب اللي هو الفخ، والكوزي فاير اللي هي النار، وتم تقليل نسبة وجود التورت الذهبي والحمد لله. وخبر محزن للمعرقين، الحين خلاص ما تقدر تشيل 10 ميني شيلد، الحد الأقصى هو 6 ميني شيلد. وشو رأيكم أحسن، 6 ميني شيلد ولا 3 بيك شيلد؟ أنا صراحة أشوف أن 3 بيك شيلد أفضل بكثير. وبالنسبة للإصلاحات، وصارت حركات على الجرابلر والبالونات والديناميت، يعني إصلاح مشاكل وأغلاط مو أكثر. وصلنا للجيم بلاي، ورانا الدرب هنا ما شاء الله. أولا على حبال الزبلاين، الحين تقدر تغير اتجاهك وانت معلق بدون ما تحتاج أنك تقفز أو تجيب أم العيد، بس تحرك في الاتجاه اللي تريده. وأول ما تستخدم الحبل فما بتكون سريع، بتبدأ شوي شوي وكل ما تحرك سرعتك راح تزيد. والحلو في الموضوع انه لو في شيء مسكر طريقك، فاول ما تستخدم الزبلاين كل شيء في طريقك راح يتكسر وبتقدر تمر بكل سهولة وبدون مشاكل. وبالنسبة للاعدادات اضافوا شيء جميل هناك، تقدر تحدد سرعة لفك بدقة اكبر، يعني اضافوا رقم اضافي عشان تقدر تختار السرعة اللي تبغاها بالضبط، وهذا الشيء اللي انا كنت انتظره. وتم اضافة شيء جميل 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 من اول ما بديت اللعبة وانا اواجه المشكلة هذه، بناءك ينحط تحت الارض، شيء مزعج والله. واخيرا اللعبة لقت حل، فلو بنى جدار وكان 70% من الجدار تحت الارض فراح يبني لك جدارين بدل واحد، بس مواردك ما بيروح منها الا حق جدار واحد بس، يعني شيء رهيب. وحاليا هالخاصية متوفرة بس للجدران، وممكن يضيفوها للسلالم وغيرها مستقبلا. وصار شيء رهيب للأدت ديم يا فورتنايت، اي واحد بنقع عليه بيستفيد من هالخاصية، وهي انك لما تسوي أدت ما في داعي انك تستنى تأكيد البنق، يعني راح تسوي أدت بدون اي مشاكل. واحيانا اول ما تضغط على الأدت تطلع طلقة من سلاحك، والغريب ان سلاحك ما ينقص من طلقات، هالشيء يخرب عليك ويبطئك. المهم بتلاحظ ان هالشيء تقريبا بيصير نادر كثير، بس المشكلة الوحيدة انك لما تريد تأكد على الأدت، يعني انت خلاص ضغطت على المربعات تريد تتأكد على الأدت، هنا لازم تستنى رد البنج، وهالشيء يعتمد على البنج اللي عندك. ولما تكون راكب طيارة وواحد يفجرها وانت راكب، هيلثك ما بينقص في الأول، أول شيء بينقص 50 من درعك، ولو ما عندك درع وقتها بينقص 50 من هيلثك.
وكل اللي في الطيارة بيتدمج، وفي شيء بيأثر على اللعبة كلها، حركة سوتها الشركة ممكن تغير مستقبل فورتنايت. رقصة الداب اللانهائي كنت تقدر تستخدمها في اللوبي 10 ساعات وتزعج أصدقائك، بس الحين تقدر تستخدمها ل 11 ساعة بدون توقف. جلد والله. وحلوا مشكلة ان المظلة ما تنفتح لما تطلع من الطيارة، وحلوا مشاكل كثير بس تعبت ونقرة. اذا لو سمحت حط لايك وشارك في القناة، لانك لو ما حطيت لايك وما شاركت في القناة وما استخدمت كود سيف المجال عندك ما اقدر اسوي لك شيء. المهم وصلنا للصوت، واضافوا شيء جديد انك تقدر تسمع موسيقى المظلات وانت في اللوبي، والحمد لله رحمونا وخففوا صوت الطيارات المزعج، شكرا جزيلا. وخففوا صوت البوم بوكس الغرض الجديد وشكرا كمان. وحلوا مشكلة او جلتش انك تشوف اللاعبين يرقصوا وهم نازلين من الباص. واخر شيء الصور والكلام، تم تغيير اشكال او صور الطلقات وخلوها واقعية، ولما تتابع لاعب راح تقدر تشوف كم موارده. ولاعبين الجوال صار لهم اصلاحات بهالموضوع وتعديلات كبيرة. وعندك كمان طور الكرياتيف، ضافوا خريطة تلقاها عندك وهي فروستي فوردرس، تقدر تختارها وتدخلها على طول نفس جزرك الثانية وبيكون فيها العاب وترتيبات يعني. وضافوا خاصية انك تشوف صور الجزر الاربع اللي في الكرياتيف بدون ما تدخلهم، وفي اعدادات جديدة واضافات كثيرة. اذا حابين اني اشرحها اكتبوا لي في التعليقات وبسوي لها مقطع. وهذا فيديو اليوم كان متعب ومليان معلومات، فلا تنسى اللايك وطبعا الاشتراك في اقوى قناة نصائح عربية لفورتنايت، واخيرا اللي شارك المقطع هذا الى مكانة خاصة. تسلموا على دعمكم، اشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة. كان عندها مستحيل.